سأفعل الأعاجيب. قبل أن تبدأ ألعابك السحرية يا فستق، يجب أن تصنع عصا الساحر وقبعته. ولكنني لا أعرف. أنا أعرف كيف. نأخذ ورقة رسم أبيض أو ملون ونلفه حول عصا خشبية هكذا. عظيم عظيم. ثم نلصقه. جيد. وبعد ذلك نلونه بألوان زاهية وجميلة. ممتاز ممتاز. أحمر. لقد تذكرت. أنا سأصنع القبعة الآن. نأخذ ورقة طولها حوالي 60 سنتيمتر وعرضها حوالي 30 سنتيمترا. ثم نلفها هكذا كالقرطاس. ثم نلصقها من هنا. شكرا لك يا إيمان. ومن هنا. هيا يا إيمان. يا سلام يا فستق، يا سلام، هذا رائع رائع. أنا ساحر. ثم نلونها بألوان جميلة. ما هذا اللون يا فستق؟ هو أزرق. أزرق؟ أزرق غامق. عظيم عظيم. ثم اللون الأحمر. ضع لونا أخضر. نعم نعم، أخضر أخضر.
هكذا نصنع القبعة. ولكن يا إيمان عندي لك مفاجأة. ما هي؟ لدي قبعة أخرى وسضعها على رأس الساحرة الجميلة إيمان. رتب هذه الأرقام على هذه اللوحة بحيث يصبح المجموع أفقياً وعمودياً 15. أنا سأحاول أن أعرفها. حاول حاول يا فستق حاول. رقم 3 هنا، رقم 4 هنا، رقم 8 هنا. 8 زائد 3 11 زائد 4 15. عظيم 6 9. 6 زائد 9 15 زائد 3 18. لقد فشلت. لقد أخطأت يا فستق. حسنا سأرتبها أنا. كيف؟ بالرمز السحري. الرمز السحري؟ فستق؟ نعم. خذ الرمز السحري وضعه على هذا المربع. رقم 5. 5 هو الرقم السحري. ثم رتب هذه الأرقام كما أشير لك. واحد هنا. واحد. واحد هنا. 7 هنا. 7 هنا. 2 هنا. 2 2 أين 2؟ أين الاثنان؟ ها هو. ضعه هنا. هناك. حاضر يا إيمان. 2. 9 هنا. 9 9 9 هنا. 4 هنا. 4 هنا. 7 7 8 8 8 هنا. 1 هنا. 6 هنا. 6 هنا. 3 هنا. 3 هنا. فعلا هذا صحيح. أحسنت يا إيمان أحسنت. أنا أيضا سأجعل الكأس تغني. كيف؟ ها انظروا كيف. سأضع قليلا من الماء في قعر الكأس هكذا، ثم أبل إصبعي بقليل من الماء، ثم أفرك على حافة الكأس المستديرة بلطف هكذا، ثم أمسك الكأس بقوة بيد الأخرى، ثم أغير سرعة التدوير وضغط الأصبع هكذا. حتى يصبح الكأس يغني. إنه الآن يغني. Thank you.
منكم أن يعقد هذا الشريط دون أن تفلت يداه أي طرف من الأطراف. دعينا نجرب. حسنا. حاول يا فستق. حاول أنت. حاول أنا. حاول أنت أولا. لقد فشلت. دعني أنا أحاول. تفضل يا عم حسن. سأحاول أنا. هذه لعبة جميلة. يبدو أنه سينجح. لقد فشلت أنت أيضاً. أنا وأنت يا عم حسن. حسناً، سأعقده أنا. حسناً. كيف؟ بعقدة السحرية. أقف هكذا. ناولني الشريط يا فستق. ناولها يا فستق. تفضلي يا إيمان. من هنا. ومن هنا. جميل جداً. ثم أسحب يداي هكذا. فيصبح الشريط معقوداً. يا سلام. أحسنت يا إيمان. أحسنت. عقدة سحرية. إيمان، دعينا نجربها مرة ثانية. حسناً. جربها يا فستق. جربها. عقدي يديك. يا سلام. كان يا مكان في قديم الزمان حاكم عادل وقوي، وكان هذا الحاكم يحارب السحرة الشريرين الذين كانوا يمارسون بعض الأعمال السحرية على الناس ويؤذونهم بتلك الأعمال. وقد استطاع هذا الحاكم أن يطرد السحرة من بلاده، ولم يترك فيها غير ساحرة لا تعمل إلا الخير ولا تستخدم سحرها إلا من أجل إمتاع الناس وسعادتهم. وذات يوم بينما كان الحاكم يتجول خارج المدينة، شاهد مجموعة من الرجال يتقدمون نحوه ومعهم هدية ثمينة. وتقدم كبيرهم وقال: هذه الهدية الثمينة هدية منا لمولانا العظيم. دهش الحاكم لأمر هؤلاء الرجال، ولكنه مد يده ليتحسس الهدية، فوخزته الهدية وسقط على الأرض مغمى عليه. ووقف حراسه جامدين في أماكنهم لا يتحركون. أدرك السحرة أن الحاكم قد مات وأن أحدا لا يستطيع شفاءه، فذهبوا وتركوه مع حراسه. وما هي إلا لحظات حتى كانت الساحرة الطيبة تقوم بجولتها هي الأخرى خارج المدينة، فدهشت حين رأت الحاكم ساقطا على الأرض والحراس لا يتحركون، وأدركت بخبرتها أن في الأمر عملا سحريا. لذلك ذهبت إلى بيتها في الحال وأحضرت أدواتها السحرية وجلست فوق رأس الحاكم حتى استطاعت أن توقظه من جديد. وما أن تحرك الحاكم حتى تحرك الحراس وأرادوا أن يتقدموا من الساحرة لقتلها، ولكن الحاكم أمرهم بالابتعاد عنها وحمل الساحرة الطيبة معه إلى القصر، ثم أمر جنوده أن يلاحقوا السحرة الشريرين ويقتلوهم، لأنه أدرك أن الساحر الشرير لا يمكن أن يمارس السحر إلا من أجل الشر. وبعد أيام
كان الحراس قد قبضوا على كل السحرة الشريرين وقضوا عليهم، في حين ظلت الساحرة الطيبة تعيش عيشة هانئة وسعيدة في قصر الحاكم. وكان الحاكم كلما أراد أن يتمتع مع أبناء شعبه يدعو الساحرة الطيبة لتقديم بعض الألعاب السحرية الممتعة والمسلية. هذه الألعاب السحرية وغيرها كلها ألعاب ممتعة وتعتمد على التفكير والتركيز وخفة الحركة. ترى هل أعجبتكم ألعابنا السحرية؟ ها؟ سنودعكم الآن بأغنية. أنا الساحر بالألعاب السحرية، أنا الساحر بالأشياء الخفية، أنا الساحر، أنا الساحر، أنا الساحر، أنا الساحر. جميلة هنا الألعاب وفيها حيلة يا أصحاب، إذا فكرتم فيها وأعملتم بها الألباب عرفتم كل ما يجري من الألعاب والسحر. أنا الساحر، أنا الساحر، أنا الساحر، أنا الساحر. هنا بيدي ترى المنديل ناصع أبيض جميل، وفي لحظات يا حضرات سأخرج منه وبسرعة طير أبيض وجميل. ها؟ أنا الساحر، أنا الساحر، أنا الساحر، أنا الساحر. بساطي تقسم الأشياء وسيفي لا يريق دماء، ألاعبكم أمتعكم أسليكم وأسحركم. ها؟ قولوا ما رأيكم. أنا الساحر، أنا الساحر، أنا الساحر، أنا الساحر، أنا الساحر، أنا بالألعاب السحرية، أنا الساحر للأشياء الخفية، أنا الساحر، أنا الساحر، أنا الساحر، أنا الساحر. والآن إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء.